بسم الله الرحمن الرحيم. انواع الصوم، صمتي عينتك عينت يعني انواع يعني عينت عينتك احنا قلنا عينت صمتي عينتك يا بنو. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ابن تيميه ايامها في كتاب الصيام، صيام كتاب اليمام من شرح العمده، عمده الشرح، الصوم صوم يا نما خمسه انواع كون عينت هيني. الصوم المفروض بالشرع، شرع عدل امان من الفرد عينك هيني صومك، وهو صوم شهر رمضان، وهو رمضان اللي سمي اداء وقضاء شرعي لي أمان نم الفرد عينك تنمي رمضان ألسا أداء يعني من هركة أبون دودينك أداي، وقضاء يعني سفره أبي ويو بياكته أبي ويو وقدر سمح لما أردقواك وقتك أقلو فرد نلاي قلي قضاء قحسكي كادو فردي. والصوم الواجب هو كلا كلا واجبك ينصوميا في الكفارات، كفارات تسوم أمي، والواجب كادو بالنذر أدبرو دقنا حسين ينصوم واجبك ينين. وصوم التطوع، صوم التطوع يعني صوم التطوع سنان الصوم التيتا، صوم رمضان، رمضان السكتي يانا هين من صيام رمضان، رمضان صومان ما فرض فردكتن على كل مسلم، أمام مسلم طل، أمام مسلم طل بالغ وفيه النمو، وفيه النمو عاقل كسل نمو، كسل نم كسله تنبرر مقيم سفر اللوا هسيبو دليانيه إسارة حليانيه النمو، قادر على الصوم صوم بندوده النمو عافيتك دوده النمو. وقد دل على ذلك الكتاب، صوم فردك النمي أمان نمو، أمان كسلها النمو، أمان مسلم كل، أمان سبارو لينها النمو، دودها يعني سوم فردك النمي يلي كتب بدع سيه يلي فرموتي السنة بدع سيه، والإجماع مسلمين التنجي الكادو التلقي تيمي علماي أكمران كيه التلقي تيمي يعني أي علماء مانقو. أما من الكتاب، كتاب دليل تبحتكي قرآن سوم كتاب فردك النمي دليلي، فقوله تعالى يلي مرحو يا أيها الذين آمنوا يلا ليمنه يمروا، يعني الذين آمنوا بكل ما يجب الإيمان به يلي ليمن نحيم ليمنه يمروا، كتب عليكم الصيام يلي ليمن يمك رمضان فرد كنمي يلي رمضان فرد سيني لبه، كما كتب على الذين من قبلكم أهم خاص أو متهن يلي هم متل يلي جنه نمت يلي ربا بيلي هي الفرد بيسهم سيني لبهم، لعلكم تتقون أي لتحققوا التقوى يلا خميسيدا بسانقد سوم فرد كسين لبهم. ليه أنه ليه مكسا يخمن لك يا عبد لك هسوعدي اللي هو مري سين الدلياني اسم لك هكاكس يلي طاعتها سوعدي ويتوها سمرياني بريتونو يلا خميسي بهتونو أياما معدودات سوما بانا ما يمي لقيه ندورو. فمن كان منكم مريضا سينك مسافره بياكته يمري أو على سفر سفرت يمري ينكي ما رمضان ألسا فعدة من أيام أخر، يعني يفطر ورمضان ألسا فتري رعاه سرك هذا حسها بياكتن بياك كرساو حسا سفرت انم سفرك بري دور ساكو اباسيتها. وعلى الذين يطيقونه ابندو دهي النمو ثم بندو دهي النمو فديه طعام مسكين خيار ريان يعني ايه منسوخه يعني وهم صوموا دور تلسدو عادي ايتاي يما يلي سبحان ثم بندو دهي النمو دوده فديه سنم يسك من دوده هن هنا ما يسوم بس اباستن دودها. فمن تطوع أي دور تلك سم أبم يهتيسي سم أبان دور تيها النمو خير له فهو خير له كهتيسي. وأن تصوموا سمتان مايا خير لكم سينه تيسي إن كنتم تعلمون تارجن سنتكر إيانا. لكن شهر رمضان، رمضان السي رب سبحانه الذي أنزل فيه القرآن، قرآن الدوب ألسى قرآن ألسى قرآن الدي أخرين يفردين قرآن الدي برتانا برسانا مفردين تلسى هدى للناس، ما قرآن يلا كهو بسم سهده ترتو وبينات بدعسة بدعسة من الهدى ترتو بدعسة والفرقان حكي كيدي دل برسة يلا ما قرآن كهو بسم تواجه فردي تكلمت هاي. فمن شهد منكم الشهر رمضان الديميته رمضان السقه المسلم تي عاقل السقه هو قدر بالغ السقه مقيم السقه قادر السقه إيه ينن دورت ملي دورت ملي تونم محل هاي فليصمه الأمر للوجوب فليصمه صوم يا دورت قبك له دورت سجى نهارك إسلام الناس ينمثل تيتا وعديك بدا بنا كين التلميكية اللي دور سيسا كل شيء حتى تحريم الخمر كان على التدرج حبر فحاتي كين الحرم وسيسا دون الله رمضان سوما نما فردي. وأما دليل السنة سنة تقحتكي فقوله صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي مرحو في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بخاريك مسلم يمتي ابن عمر عبد الله بن عمر باهي حديث لي بني الإسلام على خمس إسلام إنكو نام لا بسنتا إسلام إنكو نامك بسنتا وكونا مك النبي عليه الصلاة والسلام كسيسمي وصيام رمضان رمضان على سوما نما إسلامنا اللي سلطه تنهتن اللود عمود كوت يقتينا.
وفي الصحيحين البخاري ومسلم لي من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه تميتمي أن رجلا نمو جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرموت السراء يميته محكا عن الإسلام إسلام النك فذكر الحديث حديث كسيسيه نبي عليه الصلاة والسلام وفيه هو حديث الدلاء وصيام رمضان إسلام الني وكك السراء كميتين مونم وقحسيم اكتنمي رمضان أسسو ما نما رمضان أسسو وعافية تقدود واوي سفرت ينيه أبي واوي سر أبقده يسيل تنين كنم يا الإسلام دين التنين كنم إسلام دينك أخري سيمان كنم يا رجيمي فقال الرجل ونمي يمي هل علي غيره يلي فرموته أو يهور سيمك سيلتني مايلي حديث كيكا ورد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرموته كاكي يمي لا قلت نميلي إلا أن تتطوع إلا سنة نهبا ستك كوي هايتكي فرده قلت نميلي وأما في السنة أحاديث كثيرة تدل على ذلك سنة الدلايا أما حديث الدبك إن يمنقو أحاديثي أما هل تسحسيتنيه وأما إجماع المسلمين تبعتكي فقد أجمعت الأمة أمة التقيته إجماعا ظاهرا بدأ عليه نتنقي على وجوب الصيام شهر رمضان رمضان سسومان ما واجبك إن أمان نمل وعلى من أنكر تنمهن يهين قده دفريه النمو وجوبه وجوبه رمضان السسومان فردهن يهين قد نمو كفر إسلامته مرعا.